ذكر بعضهم تعريفا للتوكل فقال: هو صدق اعتماد القلب على الله والثقة به مع الأخذ بالأسباب، فجعل من لا يأخذ بالأسباب ليس متوكلا على الله، هل هذا القيد صحيح؟ لا، ما يكفي التوكل على الله وترك الأسباب، لازم من الجمع بينهما، توكل على الله ويأخذ الأسباب، فلا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، ولا يتوكل على الله ويترك الأسباب، لابد من الجمع بينهما. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب، يلبس المغفر ويلبس الدرع للجهاد، هذا من أخذ الأسباب، وهو رسول الله، لكن الله أمره باتخاذ الأسباب الواقية. نعم.